يسرع يسرع كل شيء شغل منظم مدروس نبذل طاقة ومجهود من خذنا هالتمويل يا لا 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 رقم عاد الضيف مديرنا المنحوس مصنع يصنع كل شيء مديرنا المنحوس رقم عاد الضيف مديرنا المنحوس مصنع يصنع كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الحلقة على بركة الله وهي ختام المصنع وليد با صالح ست عمال عندك تحط حرتك في المدير تترك ست عمال وسبعمائة ألف مشاهد ما أدري عن عددهم الله أعلم لكن أنت إيش النحاسة اللي في مخك منين جايبها أنت أنا أقول لك أنا فضل. أبدأ كده أجب عشان لو عندك نية في الحلقة أنك تجحفلنا ولا شيء تأخذ بالك من شوف أجبني وخليني أقتنع تفضل أجبني يلا وانا انت كمان تعجبني انت بعد تعجبني والله هذا بعد هاني حس انه يعني جالس على ثغر لابد يسد ثغره ثانيه تفضل يا وليد ايوه اجب ما انا ما اللي عندي قلته بعدين ما وش قال هو ما قال شيء ايوه شفت الاعلام اذا في مباراه يضغطوا الحكم يضغطوا انتبه احكم عدل ما ادري ينزل هو خايف تمام فانت معي الطريقه ذي ابو عمر ابو عمر ليش مكبر الموضوع الرجال طلع على حقيقته هذه حقيقة وليد بصالح انتهى الموضوع بس أنا رجل حسود يحسد ما يبغى احد يفوز ومني عشان اعطتني اربع درجات أمس. تدري كم عندنا الان كم اليوم المصنع كم رقمه اليوم وشو كم رقم اليوم ختام ما في خير ايوه كم الرقم مفروض اربع كم 36 ما ادري والله ايوه ختام برنامج المصنع بس كم لنا يوم يا اخوي في المصنع 36 يعني هذا 35 يوم تذوب واليوم تو يصدق تقول انه هذا ختامها مسك هو اي طب انا عندي لك من يوم الكرسي شوف انا امس شايف واحد مغرد تغريده صراحه جميله جدا تفضل دحين سامي الجر الله قاعد يجامل متعب عشان متعب الدار 40 انا اديته 80 ما يجا مني ليه ايوه والله دقيقه انا اجاوب دام ان الموضوع يخصني لابد ان اجاوب تسمحوا لي اعتذر من العماله الضيوف علينا العمال انت بالذات قولها يا ابو عمر والله اذا شوف يعني بعد ال 200 شهادتك مجروحه 80 اولا ليست ك 40 متعب والله 80 جت بعد ضغط ال 40 انا اشعر انها جت باريحيه من متعب بسلاسه نعم بسلاسه زحلطه من عندي لك وبعدين وزعها على قال لك 20 ولك 20 ف نشر الفرق وثاني يوم هو جاء تكلم قال ليه عطيتهم ليتني ما عطيتهم مدري صحيح الشيء الأخير وليد أنت أعطيتنا 80 الله يرفع قدرك خلها لله ليش لا دقيقة لا 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 أرجوك لا تبحث لا تصيد في الماء العكر أرجوك الله عليك يا أبو عمر الثمانين أنت أعطيتنا إياها فإن شاء الله على أجرها لكنها ترى متى صرت مدير ترى حارث الأرض في هالمصنع من يوم بدأ توني أصير مدير صح توني اتنفس اشم الهواء انا مكتوب والله يا ابو عمر ابو عمر انا ما لي الا يومين في المصنع نعم. اخذت 200 احمد ربك 210 نقاط والله شهادتي فيك مجروحه ومجروحه للغايه اكيد انا لو كل يوم اخذ 200 ريال والله تصير شهادتي مو مجروحه الا مصابه متعب انت تجني ثمار الأربعين وانا امشي اتحدك تفهمها لا ايش قال الاخر طيب